السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح النور ويا مساء الحب لكل الناس اللي تشاهد تاروت ياسمين. كيفك وكيف صحتك وإن شاء الله أمورك طيبة. نشكركم جميعا على التفهم نظرا لموضوع البلوك اللي صار في القناة، ولكن الحمد لله يعني بفضل التقنيين الموجودين معايا واللي تواصلت معاهم كانوا بالمرصاد للناس اللي حاولت إنها تعبث ربما بالقناة أو تهكرها. طبعا حبايبي أنا موجودة، ورقم الواتساب إن شاء الله راح يرجع في الأيام هذه، فقط يبغى لها بعض الوقت. وبالنسبة لكل من يريد أن يتواصل معي يعني يتواصل على الإنستغرام مبدئيا، ثم نعطيه الرقم الخاص بالحجوزات. تمام، الرقم الخاص بالحجوزات فقط ينعطى بعد الدفع لما يتم الاتفاق على الإنستغرام. اللي يريد يحجز قراءة خاصة أو عمل روحاني يتم التواصل معي شخصيا وإن شاء الله سيتم الرد. شكرا لكم جميعا ويسعد لي صباحكم يا رب وين ما كنتم، ويا رب تتحقق كل أمانيكم وكل أحلامكم. طبعا اليوم عنوان الفيديو هو يعني ما القادم في طريق الأشخاص بصفة عامة، بقطع النظر إن أنت يعني متزوج، مطلق، منفصل، أعزب، مهما كنت، إحنا رح نعرف إيش اللي رح ينتظرك إن شاء الله في الأيام الجاية، وما القادم في طريقك يعني بصفة عامة، ما هو على الصعيد العاطفي بل على الصعيد العام العملي المهني الصحي، كل ما هو يتعلق بأشياء تخص حياتك وبأخبار لازم تسمعها اليوم قبل بكرة. طبعا كل ما عليك الآن إنك تختار إما بحسب طاقة الحروف أو بحسب يعني الحجر. الحجر هنا الحجر البنفسجي رقم واحد، هي قراءة أولى، والحجر الثاني هو الحجر الأخضر وهي كقراءة ثانية. يمكنك كذلك إنك تختار بحسب الحرف الأول من اسمك، لك حرية الاختيار في ذلك. سنبدأ الآن بالرقم القراءة عدد واحد، هي قراءة الحجر البنفسجي، وخلينا بسم الله الرحمن الرحيم رح نبدأ ونشوف. تمام، ماذا ينتظر السحب عدد واحد، ماذا ينتظرك؟ أوكي، بنشوف كل شيء الحين. تمام، أتوقع أنك أنت الآن قاعد تدرس في مشروع أو قاعد تصبر على شيء معين تبغى أنك تحققه، عندك في بالك حاجة، أمنية سفر، ظهر أنها أمنية مالية، إما أنك أنت تسافر أو يعني هذه أمنية مالية، ظهر أنك أنت عندك مشروع في بالك أو تأسيس لحياة جديدة أو رزق وفير قادم في طريقه لك قاعد تنتظر لك سنوات، عندك حاجة قاعد تدرس فيها، تحاول أنك تنمي قدراتك أو تتطور، إذا كان عندك رزق صغير أو مشروع صغير إن شاء الله رح ينمو ويتطور، في حاجة أنت ماسكها وقاعد تركض وراها عشان تتحقق إن شاء الله بإذن الله. سنة 2022 مباركة عليك، خصوصي ظهور الأرنب في الكارت، يعني هنا الرزق والخير إن شاء الله وظهور الشمس، يعني بداية حياة جديدة أتوقع على صعيدك العملي، ربما سفر إذا كنت تريد السفر فهناك سفر إن شاء الله، إذا كنت تريد النقلة أو الانتقال من مكان إلى ثاني كذلك راح تنتقل، هناك شيء أنت راح تمسكه أي أنك راح تحقق مرادك إن شاء الله. خلينا نحاول نعرف أكثر تفاصيل. ما القادم في طريق المجموعة رقم واحد، واجهت الكثير من الصعاب يا مجموعة رقم واحد، الكثير من المشاكل، الكثير من المشاكل بسبب السوشيال ميديا، الظاهر أنك أنت محسود بطريقة كبيرة جدا، يعني كل ما تنزل حاجة هنا على السوشيال ميديا إلا وتصير مريض، تعبان، قلقان، مضايق، عندك الكثير من الحسد والحساد، الله يحميك منهم إن شاء الله. يعني ترى عندك كثير أشياء أغلبها حسد، يعني كل الطعنات اللي قاعدة تصيرك أو المشاكل أو العراقيل أو العكوسات التعطيلات الموجودة هي تراها بسبب الحسد. حاول إنك بالله عليك يعني إذا في شيء أو حاجة تبغى تسويها خليها مكتومة، يعني واقضوا حوائجكم بالسر والكتمان على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، حاولوا إنكم تقضون حوائجكم بالسر والكتمان، لأنك يعني تنام مريض. انت كل ما تقول او تعلن عن حاجة مو بالضرورة على السوشيال ميديا حتى تحكي او تتكلم عليها الا ولا تتم او تتأجل، فحاول انك تكتم على اسرارك لعل الله يكتب لك كل الخير ويحقق لك ما في بالك. تمام،
هنا للعزاب ترى عندك نصيب، إذا أنت عزبة ولسه ما تزوجتي، أو إذا أنت منفصلة وتنتظرين رجوع الحبيب، عندكم رجوع بإذن الله السميع العليم في الأيام الجاية. شوفوا هذه الطاقة صالحة لي من أول سنة 22 إلى آخر سنة 22، يعني هذه طاقة مفتوحة ما بنحددها من خلال، يعني حتى لو تشاهد هذا الفيديو في ديسمبر 2022 تراه صالح لك في كل وقت وزمان ومكان، ما بنحدده بشهر فبراير أو حاجة، رح نخلي القراءة مطلقة الزمان عشان لما تسمعها تكون متطابقة عليك حتى لو في نهاية ديسمبر 2022. فأبغى أقول لك هنا إذا أنت منفصل أنت والحبيب، أو عندك ترقب لي كراش، لأنه هنا الظاهر أنه في قلب حب، الظاهر أنك أنت معجبة بشخص ما يبادلك نفس الإعجاب، لكنه ما قاعد يبين نظرا لأنه هو شخصية راكزة شوي وثقيلة، أو ما هو من النوع المتسرع اللي راح يقول لك أنه أنا معجب فيك بطريقة مباشرة، لا، ربما بطريقة غير مباشرة يبغى يبين لك أنه معجب فيك. أما للناس المنفصلين فترى هنا صح أنه عندك انفصال، عندك خديعة، وعندك حاجة قاعدة يعني انت تحاربين فيها نفسك، عندك صراع مع الذات انك تقعدين مع الشخص هذا المتعب او تتخلين عنه. في نهاية الامر في رجوع، ولكن الرجوع بشروط، الظاهر انك انت راح تشروطين عليه قبل ما ترجعين له بالمرة هذه، ما راح ترجعين بطريقة سهلة، الظاهر انك اخذ حذرك من هذا الشخص. هنا للبعض منكم إذا أنت في علاقة متعبة، أو في علاقة يعني خلينا نقول مع شخص نرجسي، أو يعني يحب نفسه، أو قاعد يتعب في نفسيتك، أقول لك أنه أنت الآن يعني جالسة وحاسمة أنك الآن ودك أن تشوفي حياتك، تشوفي نفسك. أنا إنسانة تعبت، أنا إنسانة ربما كنت في علاقة مرضية فيها تعب، فيها قلق مع إنسان متعبني، الظاهر إنك الآن عاوزة تشوفي نفسك، عاوزة تحبين ذاتك، الظاهر إنك حبيتي هذا الشخص وعطيتيه أكثر من اللازم، فالآن كأنك تنظرين إلى مراية نفسك وتقولين أنا ما نقصني شيء عشان أقعد في هذه العلاقة المتعبة، أنا الحين أبغى إنه أترك الشخص هذا. في ناس هنا تبغى تفك تعلقها بأشخاص معينة، ربما حتى مش بالضرورة يكون شريك، يقدر حتى أصدقاء، ظاهر إنك تقدر تفك علاقتك أو ارتباطك بناس معينة كانوا يعنوا لك الكثير من الأشياء في الماضي، الظاهر إنك الآن مقررة الكروت، الآن يعني أقول لكم الكروت الثمانية هنا أو التسعة يعطوني إنك أنت يعني الإحساس بالوحدة، الإحساس بالوحدة الآن الظاهر إنك تبغى تحس بالوحدة، أنت مو حاسس بالوحدة بشكل سلبي، لا، أنت فعلا تريد إنك تعيش لحالك وتعيش لذاتك وتبعد عنك كل الناس المو كويسة، الظاهر إنك الآن قاعد تاخذ في قرار بسبب تجارب أو بسبب حياة أنت عشتها ما كانت تعجبك، أو بسبب أشخاص حواليك ما كانوا أو ما كانت تصرفاتهم تعجبك، الظاهر إنك الآن تبغى تعيش حياة الوحدة وتعيش لحالك، تمام؟ الظاهر إنك تبغى تحب نفسك. أتوقع للقراءة الأولى أنت عطيت قيمة لأشخاص ربما لم يكونوا في المستوى المطلوب، كأنك هنا بطاقة الشمس هذه تستمدين قوتك من نفسك وتحاولي تصنعين من ضعفك القوة وتحاولي إنك تعيشين لنفسك ولحياتك وبس. الظاهر انه اقول لكم ترى مش بالضرورة يكون شريك حياة انت بسبب تجربة، تقدر تكون حتى بسبب تجربة اصحاب مخادعة وحاجة زي كذا. هنا اوكي، حاولي كأنك قاعدة تعجلين تعدلين ضبطين حياتك، قاعدة تضبطين نفسك وامورك، الظاهر انه انت قاعدة تعدلين الكفة، يمكن في اشياء تجاوزتيها ما عطيتيها اعتبار، في تصرفات أهملتيها أو أشياء أهملتيها في نفسك، الظاهر إنك الآن قاعدة تاخذين أو تحاولي إنك تسترجعين توازنك في الحياة أو في أمورك العامة، وأشوف إنك إن شاء الله يعني راح تعيدين توازنك سوى في ذاتك سوى في علاقاتك سوى، يعني كأنك راح ترجعي لكل شخص حجمه الحقيقي، الظاهر انك هنا عطيتي سواء علاقة
او علاقه صداقه او علاقه حب، ظاهر انك عطيتي، تقدر حتى تكون علاقات عائليه عطيتيهم اكثر مما يستحقون، الظاهر انك الان قاعده تعجلين الكفه وترجعين لكل واحد حجمه الحقيقي. هنا المحبه الصادقه، انت انسانه صادقه جدا، ولكن ابعدي عنك، في عندك حساد كثيره هم اللي يعني اللي هم اللي معكرين لك حياتك. تمام. شوفوا حبايبي، إن هنا إذا في أنت يعني إنسان، أقول لكم إذا أنت عشت تجربة أو أنت عشت تجربة ما هي كويسة أو حاجة متعبتك، حاول إنك تنساها وحاول إنك تفك الماضي، حاول إنك تفك تعلقك بالماضي نهائيا. أنت إنسان صبور ويعني ما شاء الله جريء جدا ومغامر ومحارب، وهذا الشيء أو الخصال قاعد أشوفها في هذه الكروت، أنت أو أنت شخص محارب، الظاهر أنه حتى في كثير يشاهدون هذا الفيديو من جنس يعني الرجال، كثير من الرجال يشاهدون هذا الفيديو لأنه قاعد أشوف أنه طاقات يعني متوازنة ما بين الرجال والنساء، فكثير منكم من الرجال قاعدين يشاهدون هذا الفيديو. أقول لكم أنتم ناس محاربة، ناس فعلا معطاء وكريمة، الظاهر أنه حان الوقت أنك أنت تكف عن العطاء أو أنك تحاول أنك تجمع كل الأشياء اللي أنت عطيتها بطريقة يعني سلمية. وكذلك بالنسبة لموضوع الحب، كذلك حتى في الحب أنت راح تكون شوي محتاط، لأنه هنا يعني في عندك خيانة وفي عندك شخص ما كان كويس معك، يعني حاول انك تطلع من الألم، انت راح تطلع من حالة الألم هذه، ولكن يبغى لك بعض الوقت القصير ان شاء الله وتطلع منه. ربما الحزن اللي في قلبك هذا العاطفي راح تحاول انك الضعف هذا تعطيه قوة في مجالك العملي، واشوف انه عندك نجاح، واشوف اذا انت كنت مع انسان نرجسي او انسان يعني خلينا نقول مغرور، الظاهر انك راح تكسر غروره بنجاحك ان شاء الله وبترقياتك وبشهرتك اذا ممكن يعني. تمام. المهم يعني انه بالنسبه لعنوان المجموعه هذه، اتوقع انه يتمثل في تصفيه العلاقات وبدايه حياه جديده مع وضوح يعني النجاح في حياتك بطريقة جلية جدا، يعني من ناحية الشغل، دراسة، نجاح يعني بكل المقاييس إن شاء الله، وفلوس قادمة في طريقها لك. تمام؟ أوكي. في عندك احتفال إن شاء الله، رح تحتفل بنصر ما، الظاهر إنك أنت يعني كما قلت لك نجاح، هذا احتفال بنجاح ان شاء الله وبتحقيق الاماني، ظهور قوس قزح، وانت انسان مثابر جدا، يعني سبحان الله يعني كل الاشياء معك وفي صفك، ف يعني ما راح يكون الا الخير في طريقه لك باذن الله. تمام. للناس اللي ربما يعني تريد انها ترتبط او انها يعني تكون في علاقة جدية او علاقة كويسة، في عندك اشخاص راح يظهرون في حياتك، الجوزاء، هنا الاسد، الحمل، كذلك الميزان، الثور، وحتى يعني موجود عندي العذراء، راح يظهرون في حياتك ناس من هذول الابراج، و ستدخل في علاقات اجتماعية. إذا أنت الآن راح تجيك فرصة ذهبية، على العموم في عندك فرصة ذهبية مع شخص ممتاز جدا في نفس مجالك أو في نفس يعني مستواك، أتوقع أنه إنسان يعني مرة مرة كويس، راح يظهر في حياتك يعني خلينا نقول في اجتماع أو في شيء عام، راح يظهر هذا الشخص في حياتك وراح يعني يكون في بينكم توافق كبير جدا، سيكون توأم روحك وستعيشين حياة الفلة، يعني كأنك أنت هنا فول، أو أنه الفتاة المريحة، ظهر أنك أنت راح تعيشين كأنك يعني دايما ماسكة نفسك، كأنك دايما جدية، بس الآن راح تدخلين في علاقة حب، راح تعيشين فيها طفولتك، حياتك، أنوثتك، كل شيء، راح تكون علاقة مرة كويسة، راح تعيشين فيها السعادة وتفلينها وكل شيء راح يكون كويس إن شاء الله.
أنت محاربة، محاربة ضد كل الناس اللي ما تخاف الله فيك، محاربة ضد كل الناس اللي تحاول إنها تشوه سمعتك. أنت وصل لك كلام كثير من ناس يحاولوا إنهم يعرفون عن أمورك وأحوالك، إذا ما يعرفوا يحاولوا إنهم يقولون عنك كلام. أنت الآن متصدية لكل هذول الناس، متصدية لهم بالنجاح، بالكاريزما، بحضورك، بنجاحك. الله يرزقك كل السعادة إن شاء الله يا محاربة إن شاء الله. هذه شوفي نختمها بهذا النصر، نختمها بهذا النصر، المجموعة الأولى نختمها بهذا النصر. عندك نصر وعندك الكؤوس، كؤوس الحب وكؤوس الصحة وكؤوس، يعني بسم الله ما شاء الله، سبع كؤوس، كارت السبع كؤوس، كارت الخير والبركة، كارت الانتصار ما بعد التحديات الصعبة. أنت تصلين إلى أمورك بطريقة صعبة جدا، لكن في النهاية أنت تصلين لأنك إنسانة مثابرة ومتحدية، وهذا الشيء اللي عجبني في الكروت هذه. ظهر أنك كأنك قريبة مني شوي يعني حتى في الشخصية، فيمكن أن تكونين مرأة برج الجدي مثل ما أنا مرأة برج الجدي. الله يسعد قلوبكم إن شاء الله. طبعا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اللي يصلك كل جديد. إن شاء الله نسمع عنكم كل الأخبار الحلوة. لريد يحجز قراءة خاصة رابط الانستغرام موجود، يمكنك التواصل معي، ولإعطائك فيما بعد رقم الخاص بالحجوزات إلين ما يرجع الرقم القديم. شكرا لكم، وننتقل إلى القراءة رقم 2. يا هلا ومرحبا بكل من اختار القراءة رقم 2. كيفكم؟ إن شاء الله أموركم طيبة يا رب، وإن شاء الله نسمع عنكم كل الأخبار الحلوة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف ما القادم في طريقك على الصعيد العام. خلينا نشوف، نأخذ الكروت. في دعاء كبير جدا منك، قاعد تدعي لا حول الله، إيش طاقة النيران هذه؟ يعني قاعدة تدعين الله من كل قلبك إنه يعني الفرج، الفرج كارت كروت الفرج، كروت الصراع. الظاهر انك في صراع مع بعض الناس او بعض العائلات، الظاهر انه عندكم مشاكل، عندك مشاكل. لنكون واضحين، القراءة هذه في عندكم الكثير من المشاكل. الظاهر انه في ناس ما هي قادرة تخاف الله، يعني شوفوا الكروت كيف، كارت النيران. الظاهر انه في ناس تبغى تخرب حياتك او بيتك او عائلتك أو أمورك. في ناس قاعدة يعني نميمة وقاعدة تحاول إنها يعني، إذا أنت متزوجة، شوفي في واحدة تبغى تخرب علاقتها، علاقة زوجك معك، تمام؟ وقاعدة تسوي لك أسحار بطريقة إنها تبغى تشوه العلاقة الحلوة اللي ما بينك وما بين الحبيب. مهما كنت متزوجة أو مخطوبة أو يعني في شيء، أنت متعرضة إلى سحر، ما أدري نوع السحر الآن لأنه ما أقدر أحدد هل أنت عازبة أو متزوجة، لكن في سحر قاعد يعني كل شوي يتسوى على حياتك بنية التفريق إذا كنت متزوجة، أو بنية تعطيل أمور زواجك إذا كنت غير متزوجة إلين الآن، وبنية يعني تكفيل نصيبك. الله يقفل حياته ما شاء الله، يعني في شيء قاعد نيران تضرم في وسط حياتك أو وسط عائلتك. في ناس ما بتحبك وما بتخاف الله فيك. أشوف إنك تعبانة، تعبانة جدا، يعني تعبانة، في عندك تعب. بسم الله الرحمن الرحيم، إيش هذا؟ في عندك تعب كبير يا صاحب القراءة الثانية. أنت الآن في حالة صراع مع الناس اللي ما بتخاف الله. الظاهر إنه في عندك عدالة، عندك عدالة. في وحدة حقودة حسودة تبغى تتجسس عليك ومربطتك، وتحاول انها يعني ايش، تحاول انها تقفل على حياتك. شوفي قاعدة تربطك، قاعدة تخلي يعني ايش نقول احنا، حياتك مربطة، تقفل عيونك، كل اللي يتقدم لك يروح ويمشي، كل اللي لما يجيك خير او تتعرفين على شخص بتتكلمين معه تليفون، او اذا انتم يعني، لانه في كثير سعوديات تتواصلون معي، اذا انت مثلا نظرة شرعية وكذا ويجي علشان يشوفك ما يشوفك كويسة، رغم انك حلوة وما شاء الله عليك، بس ما يشوفك كويسة ويسحب عليك ويتركك، تمام؟ يعني اذا انتم مثلا عادي اوبن وكل شيء، الشخص اللي انت يعني ودك انك سبحان الله يتقرب منك او يحصل على اساس انه راح يحصل على اساس بينكم نصيب، ما بتتم امورك. في تكفيلات هنا،
كروت القفلة هذه هي اللي ما عم تخلي أمورك تمشي. وراء هذا الشيء مرأة ساحرة ما بتخاف الله، تبغى تفرق حياتك وتخرب بيتك وتخرب على أمورك. أنا ما أدري إيش بالضبط أنت يعني عزباء متزوجة، بس أنا أحكي لك بصفة عامة، يمكنك أن تنسبين الموضوع بحسب حياتك أو بحسب حالتك العاطفية أو الاجتماعية. أقول لك الآن أنك أنت قاعدة تحاربيها بالقرآن، قاعدة تحاربيها، ربما حتى وصل الأمر إلى محاكمات أو يعني قضايا أو شيء زي كذا، تشويه سمعة موجود كذلك. يعني المرأة هذه ما تبغى أنها تخليك تهدين ولا تعيشين حياة هادية، يعني ماسكة شيء، ماسكة شيء، ما تبغى انه حياتك ليه انت احسن منها؟ ايش فيكي انت احسن منها؟ يعني وصلت بيا الحقد والغيرة الى انه تخليكي طريحة الفراش ايام، ربما وصلت بك الحالة الى انك يعني ما تنامين الليل. في عندكم عوارض اصحاب هذه القراءة، انكم عدم النوم، عدم الراحة، الهواجس، الكوابيس الكثيرة، الكثير من الاشياء. حتى ربما للبعض منكم يكون نايم قاعد يحس بضيقة أو زي الوخز في ظهره، في بطنه، في راسه. يعني قطع النظر وين الوخز، بس أنا شايفة أنه وخز كبير جدا قاعد يتعبك ومسبب لك في أرق. للبعض منكم ربما حتى أنه صار عنده شوي أمراض إما نفسية أو صحية. لكن أقول لكم هنا في عدالة، هنا ججمة، أي أنه هناك عدالة إن شاء الله وإنصاف، هنا في محاكمة. الناس هذولا اللي ربما يعني تقدر تكون الطاقة هذه فيها نوع من الماضي، حياتك الماضية، انت الآن كأنك كشفتيهم أو رح تكشفيهم في القريب العاجل، ورح تعرفي مين هذول الأشخاص. وللكثير منكم انتم تعرفوهم أو انتم الآن، لأنه في محاكمة، في إنصاف، في عدالة إلهية رح تنصفك. أوكي، هنا جستيس يعني انه في عدالة وإنصاف، ويعني في كارما، في كارما، هنا في كارما، في ربي أو كذلك يعني ربي وعباده راح يأخذون لك حقك من هذول الناس اللي ظلموك أو اعتدوا على حياتك. هنا يعني هنا الصراع، الصمود، الظهر إنك كنتي صامدة، صاملة، ما كنتي من النوع اللي خلينا نقول فاقد الأمل، إيمانك بالله سبحانه وتعالى كبير جدا، وهذا الشيء اللي عجبني فيكي. جالسة يعني ماسكة ألمك وأملك بالله سبحانه وتعالى، مستعينة به إنه حياتك تتغير للأحسن. كذلك نحن يعني نحاول انه نسعى انه نعالج نفسنا، انه ما نخلي الموضوع هكذا، وما نخلي التراكمات هذه الين تصير مشكله كبيره في حياتك تعرقل لك اكثر فاكثر. بدل لازم انك تعالجيها وتحاولي انك يعني تشوفين امورك. اذا انت من اصحاب هذه الطاقه وتشوفي نفسك انه انت فعلا يعني وصلتك طاقتي، تراكي محتاجه الى علاج روحاني لتسير امورك وفك السحر اللي عليكي، مهما كان نوع السحر ان شاء الله هو نقدر انه نفكه ونيسر لك امورك. يمكنك التواصل معنا على الانستغرام، هناك عروض خاصه جدا لكل من يهمه الامر، وبخورات خاصه جدا لكل من يهمه الامر بخصوص هذول الاشياء. نقدر انه نطلع الطاقه هذه، ونقدر انه نشيل الهم والحزن اللي على اصحاب هذه المجموعه الثانيه. تمام، محتاجين تنظيف طاقه. شوفوا المراه هذه الحقوده هذه، ما ادري، بس احنا قاعدين نتكلم عن على اساس ان يعني الكروت، او على اساس ان الفيديو هذا خاص بكل ما هو قادم في طريقه لك. لكن انا اللي شايفته ان اصحاب المجموعه هذه تقريبا مركزين طاقتكم على ماضيكم، يعني انه انا مدمرة، أنا تعبانة نفسيا، أنا متضررة بسبب السحر، أنا أريد أشوف هل القادم في طريقي يعني عدالة وإنصاف وكارما، وهل يعني العدو رح ياخذ حقه من الأشياء اللي سواها فيها، ولا أظهر إنكم مركزين طاقتكم كذا، ما أدري. بس نشوف بعدين عن الناس اللي، خلينا نشوف بس هذه كأنها ماسكة القضاء، يعني كأنها ماسكة القدر بيدها، كأنها ماسكة النصيب بيدها. وشوفي يعني حبيبتي، ترى للناس اللي يسوون السحر هذولا ما بيخافون الله، ما بيخافون الله، يعني بيحطمون حياة الإنسان. وهي مفكرة نفسها المرأة هذه إنه حياتك بيدها، لكن ما تعرف سبحان الله مغير الأحوال. راح تشوفين كيف
الله راح يكشفها وراح تتغير انت حياتك، وتعالجي نفسك وتوقفين على تكوني كذا صامدة زي ما انا احبك، واريد انه اشوفك يعني باذن الله. شفتي الفراق هذا اللي صاير الان؟ شفتي الفراق هذا؟ في رجوع. اذا انت مفترقة انت والحبيب بسبب السحر او صارت بينكم حاجة، ترى حياتك راح تزهر ان شاء الله، في امل. يعني كل هنا الكروت اللي حوالي الكارت هي كروت فيها تعب، لكن هنا في إيمان بالله سبحانه وتعالى، في صمود وفي صبر. أنت إنسانة صبورة، وهذا الشيء اللي سبحان الله يمكن ربي مبتليكي عشان يختبر صبرك، فشايفك صبورة. هنا أسفة على هذه الكارت، بس أنا اللي شايفتها الحين إنه الكارت هذه فيها عزاب، فيها عزاب متوقف نصيبهم، في عازبات متوقف نصيبهم بسبب السحرة وبسبب المرأة هذه اللي مسببت لك في عمل الأسحار. فاللي يريد يفتح قسمة نصيبه يتواصل معنا، إن شاء الله لك الحل موجود عندنا بإذن الله السميع العليم، وراح نحل الأمور ويجيك الخطاب مثل ما تحبيهم إن شاء الله. أي أشوف الزواج، الزواج القادم في طريق أصحاب هذه الكروت الزواج. أما للمنفصلين فعندكم رجوع، يعني في أشياء مرة كويسة إن شاء الله. شوفي الفرج موجود، النصر موجود، أنت هنا راح تتحدين الناس اللي ربما قالت لك إنك ما راح تتزوجي، الناس اللي حاولت إنها تيأسك وتخليك دايما تعبانة نفسيا ومنهارة. أنت اللي حواليك ناس شوي سلبيين، حاولي إنك تطلعيهم من حياتك. أنت محاربة، شوفي محاربة، قاعدة تحدين مجتمع معين. الظاهر إنكم متأخرات في الزواج، الظاهر إنكم مطلقات مرات عديدة، الظاهر إنكم تنفصلون وترجعون بطريقة كبيرة. يعني في حاجة أنا ماني عارفتها بالضبط، بس ما أقدر أحددها لأنه قراءة عامة، لكن اللي قاعدة أشوفها الآن إنكم متحدين فئة معينة من مجتمع مريض، أو قاعدين تتحدون في عقلية معينة تعبانة، عقلية ما بتؤمن انه هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وانك مالك دخل فيه، انه هذا ابتلاء وانت مبتلات. والله اذا احب عبدا ابتلاه، فبالعكس يعني انا فخورة فيك يعني. تمام، كلها كلها قاعدة تقول لي انه كروت السحر، كروت السحر، كروت القط السوداء، كروت السحر. المرأة هذه راح تاخذ جزاها، في كارما. شوفي كيف السحر هذا ان شاء الله رح يروح، السحر هذا اذا باذن الله يعني رح يروح. تواصلوا معنا ان شاء الله لكم الحل، لانه في هنا اسحار ورح تروح، اسحار ورح تروح، والتحديات لناس قاعدة تقولك انه يعني ربما شافت العيب منك انت، ما تعرفين انك مبتلات باسحار. تمام، ما شاء الله هذه كروت حلوة. القدر، القدر راح يعطيك فرصة ثانية، فرصة الزواج، فرصة الشفاء، فرصة العودة، فرصة الحب النفس، فرصة تغيير حياتك بطريقة كبيرة جدا. هذه كارت البوصلة وهذه كارت الفرصة الجديدة من الله، ستكون عندك فرصة ربانية من الله من الله سبحانه وتعالى، راح يغير لك مسار حياتك 180 درجة. سبحان الله سبحان الله، انت راح تصيرين او كأنك راح تخلقين بنت جديدة او مرأة جديدة بكل الحب اللي عندك، بكل الصفاء اللي عندك، انت راح تصيرين احسن واقوى من قبل. وشوفي كأنك كنت تحلمين، كأنه كان كابوس السحر او الابتلاءات هذه كأنها كانت سحر. يعني القادم في طريق اصحاب المجموعة هذه العدالة، الانصاف، الفرصة الجديدة الذهبية اللي راح يعطيها لك ربي سبحانه وتعالى. راح تكون الفرصة هذه ربما فرصة زواج جديد، عودة جديدة، استثمار جديد في حياتك العاطفية. تقريبا كل تركيزك هنا ما هو بخصوص أمورك المالية بقدر ما هو كان، يعني بقدر ما هو كان عن حياتك الخاصة، عن ظروفك النفسية والروحانية، عن الاستشفاءات، وتركيزك على الناس اللي ظلموك، هل ربي رح ياخذ لك حقك منهم أو لا. تقريبا كانت هذه هي يعني. وهل أنت كأنك تسأليني
يا أم مسك أنا كذلك نيتي إنه يعني هل تتغير حياتي للأحسن. شوفي سبحان الله هنا بوصلة يعني تغيير حياتك بطريقة 180 درجة مع إعطاء ربي لك فرصة جديدة. سيكون أحد يعني إلى جانبك ويكون معاك، ربما أنا أكون لجانبك وأساعدك وأحاول أطلعك من المود اللي أنت عايشة فيها، أحاول أطلعك من الأمور النفسية والروحانية اللي مضايقتك. بحول الله أنا معاكم وما أقصر. وطبعا القراءة هذه كلها تركيزها كذا، حاولت بس كل التركيز عن الأمور الكارما وأمور الظلم. يا رب إن شاء الله نسمع عنكم كل الأخبار الحلوة أصحاب القراءة رقم يعني رقم 2. طبعا هناك بإذن الله السميع العليم عروض خاصة لكل من يهمه الأمر، عروض خاصة جدا، خاصة إذا أنت من المجموعة رقم 2، لأنه أنا حسيت فيكم إن شاء الله راح يكون في عندكم تخفيض بنسبة 40 أو 30-40% إن شاء الله في الأعمال الروحانية للجميع. طبعا بس أنا خصيصا لي أصحاب المجموعة رقم 2 لأنه حاسة فيكم جدا صراحة. نشكرك حبايب قلبي على الاهتمام وعلى التواصل معنا، شكرا لكم على ثقتكم وكلامكم الحلو. يا رب يسعد لي مساءكم وأوقاتكم، ونسألكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.